وصل بنا الكلام في الحلقة الماضية من هذه الليالي الكاظمية إلى بيان عدد المرات التي اعتقل فيها إمامنا الكاظم صلوات الله عليه وتعرض فيهن للسجن من قبل السلطة العباسية الغاشمة. وبينا أن المرة الأولى كانت حين استدعاه طاغية بني العباس الملقب عندهم بالمهدي، استدعاه عليه السلام من المدينة إلى بغداد وحبسه هناك، ثم أطلقه بعدما رأى مناما ظهر فيه مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثم هلك المهدي العباسي، وجاء بعده الهادي العباسي، وكان على وشك أن يعتقل الإمام صلوات الله عليه، إلا أن الإمام دعا عليه فهلك قبل أن يوقع شرا بالإمام. والمرة الثانية التي وقع فيها إمامنا عليه السلام في السجن فعليا كانت حين تولى هارون العباسي لعنة الله عليه مقاليد الحكم، فأمر وزيره الفضل بن الربيع بأن يأتي بالإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ويحبسه في بغداد، أو لا أقل يجعله تحت الإقامة الجبرية. وبالفعل حصل هذا، وذات مرة أو ذات ليلة اشتط هارون العباسي غضبا وسل سيفه ودعا وزيره الفضل بن الربيع لأن يأتي له بالجلادين ووسائل التعذيب، وقال له اذهب وادع لي موسى بن جعفر. فذهب الفضل بن الربيع ودخل على الإمام عليه السلام، والإمام جاء معه إلى هارون، ولكن الأمور انقلبت، فتفاجأ الفضل بن الربيع أن هارون ما كان غاضبا كالسابق، وإنما تحولت حالته وتبدلت، وبدأ يعامل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام بكل لطف، إلى درجة أنه خلع عليه، بمعنى أنه منحه بعضا من الأموال والهدايا النفيسة، والإمام عليه السلام قبلها حتى يزوج بها عزابا من العلويين. وبينا أن هذا المال هو بالأصل تحت تصرفه لأنه هو الخليفة الشرعي. وتقول الرواية التي نقلناها عن عيون أخبار الرضا عليه السلام برواية شيخنا الصدوق عليه الرحمة، أن الإمام عليه السلام تولى بعد ذلك، أي خرج من عند هارون، وهو يقول الحمد لله رب العالمين. ما الذي حصل وأدى إلى تغير مفاجئ في موقف هارون؟ ما الذي منعه من أن يوقع شرا بالإمام عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما تشرحه تتمة الرواية التي وعدنا بأن نذكرها هذه الليلة، حيث كانت المحاضرة السابقة قد أدركنا فيها الوقت فلم نستطع إتمام هذه الرواية. تقول الرواية: فقال الفضل، أي قال الفضل بن الربيع: يا أمير المؤمنين، يعني هارون العباسي لعنه الله، أردت أن تعاقبه فخلعت عليه وأكرمته.
كنت تريد أن تعاقب موسى بن جعفر، وإذا بي أراك الآن قد خلعت عليه وأكرمته، فما الذي جرى؟ ماذا عدا مما بدا؟ فقال لي: يا فضل، إنك لما مضيت لتجيئني به رأيت أقواما قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب، جمع الحربة، بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار، يقولون: إن آذى ابن رسول الله خسفنا به، وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه. الله تبارك وتعالى ها هنا كشف حجابا عن بصر هارون، فجعله يعاين الملائكة المكلفين بحراسة الإمام المعصوم عليه السلام في هذا الموقف. وكان القدر الإلهي هكذا مقدرا، أنه إذا مس هارون في هذا الموقف الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام بسوء، فإن الملائكة هؤلاء ينقضون على هارون ويقتلونه بحرابهم. أما إذا أطلق سراحه فإنهم من جانبهم سينصرف. قال: يا فضل، أي يا فضل بن الربيع، إنك لما مضيت لتجيئني به بموسى بن جعفر رأيت أقواما قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار، يقولون: إن آذى ابن رسول الله خسفنا به، وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه. فإذا هذه كانت كرامة للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وقف عليها هارون، ولذا أطلق سراح الإمام عليه السلام بعد هذا الاعتقال والحبس الثاني. والعجيب أن أمثال هؤلاء الطغاة لا يعتبرون. إنك قد رأيت بنفسك ماذا حصل، وكشف عنك حجاب، وتقوى بصرك بحيث رأيت أن هذا ولي لله تبارك وتعالى، وأنه قد وكلت بحفظه الملائكة، فلماذا تتجاوز عليه أكثر من مرة إلى أن تحبسه أكثر من مرة، وفي المرة الأخيرة تسمه وتقتله؟ أي شقاء هذا؟ الأمر واضح، كل أعداء الأنبياء هكذا كانوا يرون معجزات الأنبياء لكنهم يكابرون، ثم يزعمون أن هذا من السحر وما أشبه، ويستمرون في غيهم وظلمهم للأنبياء ويقتلونهم فيما بعد. كذلك حصل مع الأوصياء. الفضل بن الربيع يقول: بعدما قال لي هارون العباسي لعنه الله هذا الشيء، يقول: تبعته عليه السلام، أي تبعت الإمام موسى بن جعفر، كان خارجا من القصر، فقلت له: ما الذي قلت حتى كفيت أمر الرشيد؟ ماذا قلت يا موسى بن جعفر حتى كفاك الله عز وجل أمر هارون؟ فقال عليه السلام: دعاء جدي علي بن أبي طالب عليهما السلام، كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه، ولا إلى فارس إلا قهره، وهو دعاء كفاية البلاء. دعاء عظيم. قلت: وما هو هذا الدعاء؟ قال: قلت: اللهم بك أساور، وبك أحاول، وبك أحاور، وبك أصول، وبك أنتصر، وبك أموت، وبك أحيا، أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتني، وعن العباد بلطف ما خولتني أغنيتني، وإذا هويت رددتني، وإذا عثرت قومتني، وإذا مرضت شفيتني، وإذا دعوت أجبتني، يا سيدي ارضى عني فقد أرضيت.
كان هذا دعاء أمير المؤمنين عليه السلام، دعاء كفاية البلاء ودعاء الانتصار الذي ذكره إمامنا موسى بن جعفر عليهما السلام وخلص من شر هارون. وأنا أوصي الإخوة المؤمنين الذين يعيشون اليوم في أجواء الاضطهاد والظلم من قبل السلطات الغاشمة، كالإخوة المؤمنين المظلومين في البحرين مثلا، وفي المدينة المنورة، وفي الساحل الشرقي، الساحل الغربي للخليج، أي ما يسمى المنطقة الشرقية من الجزيرة المحمدية. هؤلاء أنصحهم بأن يواظبوا على هذا الدعاء الشريف الذي أنا واظبت عليه خصوصا في الكويت، ورأيت منه الخير الخير. هذا يدفع عنكم البلاء إن شاء الله. اقتدوا بإمامكم موسى بن جعفر، بإمامكم أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، وواظبوا على هذا الدعاء حتى ينصركم الله عز وجل على أعدائكم وينجيكم ويدفع عنكم كل بلاء وكل خطر.